بعدما أعطى رئيس الجمهورية إشارة انطلاق القطار على خط بوغزول الجلفة الأغواط، سيكون هذا المكسب الهام والذي أنجز بسواعد جزائرية إضافة نوعية لحركة التنمية بالمنطقة. افتتاح محطة القطار الجديدة بمواصفات عالمية في ولاية الجلفة هو خط لديه أهمية قصوى يربط بين بوغزول المدينة التي الكل الجزائري ينتظرها وبين كذلك ولاية الجلفة التي تعتبر قطب اقتصادي وقطب يعني حضاري وكذلك مع ولاية الأغواط. خط السكة الحديدية الرابط بين بوغزول الجلفة والأغواط على مسافة 250 كيلومتر وبسرعة قطارات تصل إلى 220 كيلومتر في الساعة يأتي ضمن مشروع السكة الحديدية العابر للصحراء والذي يعتبر همزة وصل بين الشمال والجنوب ويهدف للوصول إلى 12500 كيلومتر من السكك الحديدية يربط بين موانئ جنجن، عنابة، الحمدانية، وهران وصولا إلى بشار، تندوف، تامنراست، حسي مسعود وواتسوف. فتح خطوط السكك الحديدية هي مفاتيح التنمية المحلية المستدامة لأنه اليوم كل الدول العملاقة في العالم مثل الصين مثل اليابان مثل أمريكا مثل روسيا لديها شبكة كبيرة جدا من السكك الحديدية وهذا ما سطرته الدولة الجزائرية خصوصا بعد إنشاء الوكالة الوطنية للاستثمارات للدراسات ومتابعة استثمارات السكك الحديدية. هي مشاريع حيوية تخص الاستثمار العمومي وتهدف للوصول إلى التنمية المستدامة بهدف فك العزلة على المناطق الداخلية وخلق مناصب شغل جديدة وتطوير السياحة بالإضافة إلى إعطاء ديناميكية جديدة للأنشطة الاقتصادية بالمناطق الجنوبية مع اقتصاد الوقت والمسافة.